السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع باركور فرونسي المستوى السادس ابتدائي صفحة 114. دونك مع لا ليكتور ندو مع جو كومبرون. دونك كنا في الفيديو السابق فهمنا لو تيكست على شي يهضر. كيل سون لي زينيرجي نون رينوفلابل سيتي دون لو تيكست. دونك شنو هما الطاقات الغير متجددة اللي ذكروا في هذاك لو تيكست هذاك. دونك كانوا هضرنا على لو بترول le gaz et le charbon. هذوما الطاقات الغير المتجددة، يعني نهار يكملوا من تحت الأرض ما يبقاش يتخرجوا. بوركوا سونتيل ابيلي نون رينوفلابل؟ دونك علاش كنسميهم واحد غير متجددة؟ كما قالوا لنا في التكست car elles sont issues de la décomposition des végétaux. يعني لان كيجيو من انقسامات ديال النباتات وديال الصخري داك المعادي اللي كاينه تحت الارض، يعني ما غير متجدده، غادي يكملوا يكملوا غينفذوا. دونك car نقولوا elles sont على حساب اللي كاين في لو تيكس elles sont issu de la décomposition position des végétaux. او قالوا لنا راه كنقصوا شويه بشويه ال diminue de plus en plus. Bien, ça chouille, chouille. Quelles sont les énergies renouvelables représentées dans le texte? شنو هما الطاقات المتجددة اللي كانوا هضرونا على عليهم في لو تيكست؟ كانوا هضرونا على الانرجي سولير او الانرجي ايوليان، الطاقة الشمسية والطاقة ديال الريح. دونك l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Éolienne. طاقة ديال الريح. أربعة، أكوا سيرف لي بانو سولير. فاش كيفيدونا هادوك لي بانو، هادوك البلاكات اللي كنديرو الفوق؟ لأن هما اللي كيكابتيو الشمس، هما اللي كيشدو لينا الطاقة الشمسية. دونك الكابت الكابت من طبيعة الحال لينيرجي سولير، هما كيشدو الطاقة الشمسية والمحركات كيحولوها لطاقة كهربائية. خمسة غراس À quoi les éoliennes produisent-elles de l'énergie? Donc, بفضل ماذا هادوك المروحيات كي ينتجوا لنا الطاقة؟ بفضل الرياح. Donc, grâce au vent. Donc, هنا elles produisent de l'énergie. grâce au vent. بفضل الرياح. grâce au vent. vent هو الرياح. سا quels sont les avantages des énergies renouvelables؟ شنو هما الامتيازات ديال الطاقة المتجددة؟ من طبيعة الحال ما كيلوثوش لينا لاتموسفير. دونك ال هادشي كلشي على حساب تيكست. ال نو بولي pas l'atmosphère. ما كيلوثوش لينا الاتموسفير الجو و نو برودويز با لو غاز ريسبونسابل دي ريشوفمون دو لا تير. وما كاينش هذا الشيء كله كاين في التكست.
و اي نو برودويز نو برودويز با لو غاز نكملو هنايا لو غاز ريسبونسابل دونك هنا على حساب النص ريسبونسابل دي ريشوفمون دي على ارتفاع الحرارة ريشوفمون دو لا تير très bien سبعة دونك quels sont les inconvénients de ces énergies شنو هما السلبيات ديال هاد الطاقات هادو دونك كما كنا شفنا في لو تيكست il n'est pas disponible la nuit ما كيكونش في الليل دونك elle n'est pas disponible la nuit qui connaît le jour ni par mauvais temps ou mal qui connaît مثلا الشتاء والبرد وداك الشيء ثاني كيكونوا الطاقات ناقصين لان ما كايناش الشمس هما كيعتمدوا على الشمس وعلى الرياح 8 كيلي لو تيب دو سو تيكست شنو هو النوع ديال هذا التيكست هذا دونك سيت ان تيكست اكسبليكاتيف دونك هنا علاش اكسبليكاتيف كيشرح لينا شي حاجه الى جيستيفي تا ريبونس Il donne des explications. Explications. Qu'est-ce qu'il y a sur le chat? Très bien, je voudrais que je prononce bien. Donc, je lis la phrase en respectant les liaisons. Je lis en respectant les liaisons. D'accord, c'est parti. C'est le bonheur. Donc, l'énergie solaire peut être, donc, TMAE peut être captée et transformée en électricité ni يعني كنديروا لا ليزون en électricité grâce à des panneaux solaires installés sur les façades je lis les phrases en marquant les pauses هنايا نقرا وندير الوقف نوقف ملي تكون فاصله ولا بوين alors quelles sont les énergies renouvelables qui peuvent remplacer les énergies fossiles نوقف tout d'abord l'énergie solaire Le soleil n'est pas éternel, mais à l'échelle de la vie humaine, son énergie est impuisable. Dire la liaison est impuisable. Très bien, je réagis au texte. Donc, Nassegoulia, peux-tu expliquer la différence entre énergie renouvelable et énergie non renouvelable? Je vais vous donner le différent entre le mot jadid et le taqa le ghair le mot jadid. En tabiat le hal, le farq binatum, anna l'énergie l'énergie renouvelable المتجددة ما كتلوتش نو بولي با l'environnement le monde مكتبوت لوش لنا البيئة سيت دوت انرجي رينوفلابل عطينا طاقات متجددة أخرى دوت إذا في التاكس كانوا هدرو على الطاقة الشمسية سولير والإيوليان ديال الرياح قدروا هنا نزيدو هنا مثلا الانرجي إيدغوليك يعني الطاقة ديال الماء
الطاقه ديال بالماء. الماء كيحرك دوك المحركات كيدورو كيعطيو انرجي الطاقه. كالينيرجي بريفير تو جوستيف تا ريبونس، اشنو المنطقه كتفضل وعلل جوابك. دونك جو بريفير لينيرجي مثلا نقول جو بريفير لينيرجي رينوفلابل يعني المتجددة هذه. جي سيف تا ريبونس علاش؟ السبب البسيط هو كار ال نبولي ما كتلوتش لانفيرونمون البيئة، هذا أول شيء. وما كتكملش اي انيبويزابل يعني ما كتنتهيش، بوي زابل يعني ديما هي متجدده. تري بيان، كنت نكونو كملنا الصفحه 114 من باركور فرونسي المستوى السادس. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.